انطلقت اليوم منافسات كأسة الهيئة العامة للرياضات الإلكترونية التي تنظمها الهيئة بالتنسيق مع الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية بمشاركة أكثر من 1000 لاعب ولاعبة في عدد من البطولات. نشاهد. كريستيانو رونالدو، غير معقول غير ممكن. ريال مدريد اقترح نادي ملوك والان يملك الملك السادس. يا اخوي كل ما مدحت مدريد جاء هدفه. ريال مدريد بطل، ممكن ياتي مثال.